تخيل كده معايا أن خسارة فرنسا لكأس العالم ما تسببتش في إقالة رئيس اتحاد الكورة الفرنسي نويل روغريت، وتصريحاته ضد زيدان هي اللي أقالته. ده اللي حصل في قصة غريبة، إزاي لسانك لوحده ممكن يكون سبب في إقالتك أو تسويحك زي ما بيقولوا. نويل روغريت رئيس الاتحاد الفرنسي أثناء حواره بعد تجديد تعاقد ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا كان بيعلن عن التجديد، وتسأل عن زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والشائعات اللي كانت بتقول إنه قريب من تدريب منتخب فرنسا. لوغريت حب يجود فجت على دماغه، قال لك إيه بقى؟ قال إن زيدان لو حاول يتواصل معاه عشان يدرب فرنسا فهو مش هيمسك التليفون أصلاً عشان يرد عليه، وإنه مش مهتم بمسيرة زيدان التدريبية أصلاً، والكلام اللي بيتقال إنه ممكن يدرب البرازيل. الكلام ده قاله هو بيعلن عن تجديد الثقة في ديشامب وإنه هيكمل مع فرنسا لغاية 2026. الدنيا قامت وما قعدتش من ساعة التصريح ده، واللي كتير اعتبروه إهانة لأسطورة بحجم زيدان. أول واحد اتكلم في القصة دي كان امبابي، واللي بيعتبر زيدان قدوة لي أصلاً من زمان. امبابي كتب تويتة بيدافع عن زيدان وقال زيدان هو فرنسا وليست هذه طريقة احترام الأساطير. ريال مدريد كمان رد على التصريحات واعتبرها تصريحات غير لائقة تخرج من مسؤول فرنسي، وإن لوغريت قلل من احترام أسطورة فرنسية زي زيدان. كمان ريال مدريد انتقد تصريحات لوغات بخصوص بنزيما، وقال فيها ان بنزيما لو كان مع فرنسا في كاس العالم ما كانتش فرنسا سجلت اهداف كتير. الراجل ده محتاج يفكر قبل ما يطلع يتكلم قصاد اي مايك، حرفيا دخل حرب من غير اي لازمة. الدنيا ما وقفتش لحد هنا. ايميلي اوديه كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية انتقدت رئيس الاتحاد الفرنسي وقالت ان تصريحاته متعالية وفيها عدم احترام، وده شيء يسيء لفرنسا كلها، خاصة أما الكلام يكون موجه لأسطورة كرة القدم والرياضة بشكل عام زي زين الدين زيدان. وزيرة الرياضة الفرنسية طلبت لوغريت بأنه يعتذر لزيدان. رئيس الاتحاد الفرنسي لوغريت جاب ورا بعد ما الدنيا كلها اتقلبت عليه وقرر يعتذر لزيدان، وقال له أن تصريحاته الغير لائقة سببت سوء فهم وإنه بيعتذر لزيدان. وبعد كل ده برضو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن إقالة نويل روغريت بسبب كل الأحداث دي، وعين النائب بتاعه كرئيس مؤقت لاتحاد الكورة. روغريت في 5 أيام اتغير به الحال من رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لشخص مكروه في فرنسا ومن غير شغل بسبب إنه خبط في زيدان وقلل منه. اللي نطلع بيه من القصة دي حاجتين: أول حاجة لسانك حصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك، تاني حاجة مهما حصل اوعى تجيب سيرة زيدان.